بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ليه جايباني دار القضاء العالي؟ لا ده بيتنا. نعم؟ كل القصر ده بتاعكم وقرفاني على رفرف واكسدام؟ وهصلحه، مش كده جايب لي قتالين قتله لحد البيت؟ ما تخافيش ما بيقتلوش الصبح. طب يلا بقى. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ابوك اسمه محمود؟ اه ليه؟ بس في عيل ابن كلب كاتب كلام مش تمام عن ابوكي. يا جاهل يا متخلف، ما تعرفش محمود ابو حمامه؟ لا. ما تعرفش على محامي كبير اسمه ابو حمامه؟ لا. ما تعرفش على واحد مرشح نفسه للرئاسه اسمه ابو حمامه؟ رئاسه؟ رئاسه الحي ولا رئاسه البيت عندكم هنا يا زغلول؟ رئاسه الجمهوريه يا خفيف. يلا. ابو حمامه ابو حمامه، امال لو ابوكي سعد الدالي كنت عملت فيها ايه؟ اخلص. حاضر. ايه يا بنت كل العز اللي انتوا فيه ده؟ ده انت ابوكي عاملهم على قلبه. ركز معايا بقى. انا كنت راكنه على جنب وانت جيت بعربيتك رحت دخلت فيا من غير اي سبب. وده فيلم ايه ده ان شاء الله؟ لا والنبي يا استاذ فارس انت لو ما عملتش كده بجد انا هحصل لي مشكله. ماشي ماشي اهو بابي اهو. ايه ده انت ابوكي رائد فضاء؟ لا بيلعب شيش. بس بقى احنا عندنا ملحل فهو لازم يلبس كده عشان ما يتقرصش. واللي بيلبس شوط ولا كده. سالي حبيبتي وحشتيني ما شفتكيش من امبارح. مين ده؟ ده فارس. أهلا أستاذ فارس. أهلا يا سيادة الرئيس. أنا مش مصدق إن أنا شايفك بعناية يا سيادة الرئيس والله. هو فارس كان عايزك في موضوع كده. موضوع إيه؟ يا فندم أنا فارس منصور الكواجه، بشتغل مهندس صيانة عربيات، إنسان بسيط من أسرة متوسطة. في الحقيقة كان في موضوع كنت عايز أفتح جنابك فيه أنا وسالي. شوف يا باشمهندس أنا كل اللي بتمناه إن بنتي سالي تبقى سعيدة في حياتها مهما كان الإنسان اللي هترتبط بيه جربوع. لا ستك فهمتني غلط خالص، أنت متسرع قوي وده مش حلو في الرياسة. أنا بقول لك إيه أنا عملت إيه في الرياسة؟ ما أنا بقول لك أنا مالي ومال الرياسة؟ أنا هو أنا غلطت في لا ما أنت بتتكلم بقى. ما تفهميني يا بنتي في إيه؟ في الحقيقة أنا عملت حادثة جامدة إمبارح أنا وسالي. أنا واقف في أمان الله ولا إلك دي داخلة بكل الستار في وش عربيتي شكلها متقالي. أنا وكانت بتتكلم في الموبايل. أنا ومش رابطة الحزام وبتصور سيلفي. يا بابي ده هو اللي راسي. هتتكلمي قدام بابي كمان ولا إيه؟ يا بابي هو اللي عارف مش أنا خراسي. يبقى تخراسي خراسي خالص. ما أنا عارفك طول عمرك مستهترة. أنا غلطان جبت لك عربية جديدة. يلا خليكي بقى تبرمطي شوية في المواصلات ساعتها هتعرفي تحافظي على حاجتك. بابي أنا ما عملتش حاجة ده هو اللي عمل كل حاجة والله. مش عاوز نص كلمة. سموا ايه الغلبان ده؟ عربيته يحصل لها كده. ويا ريتها عربيتي يا سعادة البيت. دي عربية عميل عندي. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا اسفين يا باشمهندس. انت بتتأسف له؟ ايوه امشي امشي من قدامي امشي. بص يا باشمهندس تكاليف عربيتك كلها عليا. ما تقولش كده يا فندم، ده كفايه معرفه سيادتك يعني شرف كبير ليا. مش 30 40 الف جنيه هما اللي هيعملوا المشروع؟ 30 40 الف يا دوب. طيب طيب مش مهم مش مهم. وهتتغدى معايا كمان. ربنا يخليك يا فندم. اتفضل اتفضل. بس هو يعني شخصيه حضرتك الحقيقيه هنعرفها في الاخر بقى ولا؟ عسل 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 احلى من العسل اللي عندي. عارف يا فارس عالم النحل ده عالم غريب قوي. سبحان الله سبحان الله والله. بس لا مؤاخذه يعني علاقه النحل والعسل بالرئاسه؟ لا ده علاقه قويه جدا. طب انت هتستغرب لما تعرف مين اللي اوحاني ارشح نفسي للرئاسه. مين؟ ملكه النحل. وشتك تعرفها؟ اللي اعرفها لا بس مش بنت خالتي اعرفها معرفه شغل كده يعني. طب امتى بقى يا باشا احوال الانتخابات دي عشان يعني نقوم معاك بالواجب؟ هانت خلاص كمان 3 سنين. 3 سنين وبتحضر لها من دلوقتي؟ ده انا اقوم بقى واجي لك كمان 3 سنين نعلق اليوفك. عسل عسل الولد ده عسل. ده العسل كله جه اهو. مساء الخير. اهلا يا فريده. ده فارس عمل حادثه مع ساري وهنغديه. اهلا يا شيخ خواجه. فريده مراتي. بقول لك مراتي. فريده مراتي. اهلا وسهلا. واضح يا باشا ان سالي طالعه زي القمر لمامتها. لا معلش طلعت منك قوي دي يا فارس. يعني فريده مراتي بس مش مامت سالي. مامت سالي متوفيه الله يرحمها. الله يرحمها. انت مش ناوي تمشي بقى؟ لا طبعا. انت ناويه؟ انا هقوم. رايحه فين يا سالي؟ اصحابي جايين لي. صحابك مين يا حبيبتي؟ مش هينفع، في ناس مهمه جدا جايه لي. طب ايه المشكله؟ ما احنا هنقعد في الاوضه وانت اقعدي مع اصحابك في اي حته. لا بتعملوا ده عشان ما نبقاش عارفين نقعد. بعدين بصراحه صحابك شكلهم غريب قوي. لو سمحتي يا فندم اتكلمي عدل بقى على اصحابي. شايف بنتك بتكلمني ازاي؟ سالي اتجننتي؟
اتكلم معاها بطريقه احسن من كده. عيب عيب. هو انا عملت ايه؟ ده شيطان ودخل بينا يا جدعان. اخلص انت. انا طالعه اوضتي يا محمود. احنا طالعين اوضتنا يا محمود. محمود اقعد. رايح فين؟ بقول لبنتك تاجل صحابها لبكره او انا هقابل الناس بتاعتي بره.